sada. Shirt miyay dhibaysa? Shirt garaya. Dhammaantiin waa idin salaamaya. Qoladii qadad weyntahay ee bacaha ku soo dhoofi jirtay ma haysan maanta. Qadad weyntii intee bacaha ku soo dhoofay bacaha isku sawiri jiray. Yaanu qadad weyn. Annaga innamadayadu markaan soo celinno iyagoo tayga halkan ka ilaa meel ka soo degan. Markaasa ciidda uu sujuudaa markaasa ayatullaahi faysal cali xuseen faysal ayatullaahi khumeyni iyo somaliland ayaga ka wada dhunkadaan yaa qoliyii bacda ku soo dhaafi jiray waryaha iyo maanta qadad weyntii qadad weyn hallo ciise riyaalow nadaraad iyo aad baan kugu salaamaya. Yaa war qadad weyntii bacaha ku soo dhoofi jiray bacaha qoladii bacaha ku soo dhoofi jiray waxba dama qaataan imakay odhanayaan diyaarada diyaaradeedu diyaaradooda ka weyn airbodkayagu airbodkooda ka weyn dhallinyaradeedu dhallinyaradooda ka waaweyn bal annaga inamadeeda eega waxaad wadda wallaahi maraykan iyo new yorkna ka yimaadeen balyaro daawada
Anaknya sendiri sih tak sendal, sendal. Ina sendal apa tak kena? Sendal tu mau bayar uya kena. Ya, sendal. Orang mau bayar uya kena, bapa bayar sendal uya kena. Orang anaknya sendiri sih tak, bapa sih tak. Waham hado ada rusukna tay ilahi. Waham hado ada rusukna tay rahman ke surat jeriyi. أن ما هذا كسرك وعنو ما هذا علنا إنه مدحونا قرقة جمهورية الصومالي لان أبو مزبي عبدي أو كوكو ليستي تعرف تاريخ ما أنتوا رسي كوكو ليستي بل يرادي قرقة جمهورية الصومالي لان أكون دواعي سنيد لول كعذو به ليبيا إنه ما تسوق ليه أو كان دل كودي يبقى أول ما فرح سن رنتي وفرحت إن بدن بنا نقول إن شيء ورقفك كنا علينا إياه أيها وحقوقه إما كذا دواعي أنت موسى بغير لوسيعية أرموسا واكن أرموسا Dia macam macam dik 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 dik. Ia macam ada lelak ada dua orang tua kamar ya. Lim 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 Musa datang. Apa way tu isu cina? Apa way mula? Haiya. Tapi ada cara. Kamu hutura ya. Oh hutura ya Allah Musa Allah Muhammad ya. Oh situ. Because sebab tu macam mana sih? Sebab tu Musa lelai war Musa wakar eh Musa. Ia kata dua itu suka absen sama macam mana sih? وأن عيب أي أديك كوك كمان وأن عيب أي أديك كوك كمان وأن عيب أي أوك كمان نرشد إن أنا اسمين وأن عيب كم ده مع عيب ده أجوه وين أي نوع كمان إن جاي مكف أرماشو شو أنكي بريج دلك كده لا عير ماشة الله يقنا إن جو مدح مدح الصومالي وح أجوهم بينو خش يقنا لكن يجو مدح ده إنه ويس كسيحية هذا الصومالي ده قرنين عوايا مركا أبو موسى بيح عدي وحي أغيهم إنو يهي نانسين من ديليه كوبات إيجيسك أفريكا بخدش ما قراتي وحي أغيهم طبانك السنوات شاكس أي أفرت السنوات فوضة إنو سو حيصة إن الدلكو وقار إيو سمد هالكي مكود دميسي إما كحالتو وحي سوقة بقبوبي بيقلنتي مقالة هرقيسة انتي حكومات سو جرتي ميد ولا با بابا سو قاد 400 بليون باي بخصا انما ير ير با اسك قاطا ميل باي لا فريستان و اسك قنان بري با ليس ويديا ما نغا او دولتي هذا ايه دبا تمثال سو روح انا دمك لا سن مك قبيل بي شيخ دبا كدغرو ما انت لعقتا او قاتو ماشي جلنيا 200 قبيله يا وخ لا سيمد دبا دتنا ديباتاد هورتا دلك ساميساي اي لا دغتاي وحها كروبشن كا دقالها كدعي ودقالي با وحو نقضي دقال قف وحنا نين مانو والبا بقول كونو دولار سو قادنيا هوديل تغيا بقول كونو دولار بو حفلات كو قبسنيا ان تتواتو كونو دولار بو حكو بحنيا ان مهبل تاغيرا انا كنا تاغيرا اي هال اي وحدا كيسا انما يروري يالو دك 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 أنا هبل باوحو يري محمد بيحي يونس باوحو يري هبل دور باوحو يري حرسقاب باوحو يري علي مريحان باو عروتهم واعي وأنا لك عقلي وين الشقية عروتهم واحد وشيء بكوس وضلك ملك ربوبية مركا وحي أردن ويس بدلين دلك وحي يمي مدح وينه دلك كل شيء كبر باري وحكبر تي دختر كيسو دلك إياه عثمان كيسو دلك إياه حيرة أريد يسو دلك تاي حيرة جيل يسو دلك تاي استقبل دلك يشوفه وأن يربي أدوك ما أقولين أدوني دول لبعة دوني دول لبعة أدوك ما أنت سامري حقيقة أدوك هو جاري أو أدي إلما أنا كمان يربي أم بانا إلما يكون هو يربي سامري لا ندرنا وانا لكن ما ترى هو حقيقة مواتسا إلما موسى بيح عبد داري أو بكون سلمى مسبيح عاد الدراي ما أنت دكتور كيسو ودكتور كبار كيسة أنا ما أنت دوحة نصاب ما دوحة أنا اللي جيني يا إتوب يانا الله ما قالوا
maraykanka looma qaado maraykanka laguma daweeyay hargeysaa lagu daweeyay ama dhaqankeenii caadiga ahaa dhaqan Soomaaliga baa lagu daweeyay tuwaal markuu madax xukuumad qabtay samada amariso tuwaal baa loo qoyay marsa madaxa loo saaray haday faaluhu iyo waxaanan basal iyo toomba la siiyay masal la yiraahdo cun wariya marka maanta iyaga inaga muwaadinsan iyaga ayaa inaga muwaadinsan waxaan marka idin sheegay xal waxa soo gabagabowday hadalkayga dad badan ma ka xumaada oo aad iyo aad iyo aad iyo aad calooshu xanuunta because anigu waxaan ka hadlaa waa fact waa xaqiiqada ciidna uma naxariisto anigu haddii caawa madaxweynaha ee qaranku uu qalad galo ninka koobaad ee oranaya madaxweyne aabo muuse waxaas waa qalad ee meeshaas soo fadhiya waa aniga anigu waan oranaya because anigu nin lacag dugsada ma yihi nin reer dugsada ma yihi nin shaqsi dugsada ma yihi nin qaran dugsadaan ahay anigu xal marka waxa soo gabagabobay tartankii loo galay ee sidii magaalada Hargeysa iyo dalka Soomaaliland loogu heli lahaa biyo filter garaysan biyo dalka ku wada siman imanka guriga madaxweynaha walaba imanka intuu madaxweynaha noqday maalintii madaxweynaha noqday kuwii wasiirada iyo maayad guriga Muuse laami hal mariyo imanka laami hal laga dhigo dabeetana oo Muuse intuu degana haddii laami laga dhigayo gurigiisa hortiisa yacni waa sida dadka la doonaya madaxweynaha in loogu soo jeediyo you understand naxariis kumay haynin nimanka maalinta tiraha guriga madaxweynaha laami hal la dhigo ee guriga madaxweynaha oo adeer ilaa iyo maalinta dagaal uu galay ee feeraha iyo sambabada iyo lugaha rasaastu kaga dhacaysay sawki dhulka boodhka amaray maantana dhulkii boodhkaaba ku qanacsan yahay adeer ee istusnimo kaagama baahna aaba muuse biixi cabdi ee wuxuu kaaga baahan yahay inaad maskax la timaado inaad tiraahdo mudane madaxweyne gurigaaga gurigaaga waxa wadada martaa waa intaa mudane madaxweyne waa inaad adigu dhistaabay ayuu kaa doonayay haddii kale oo aanad adigu dhisaynin cashuurta gurigaaga la cashuurayo ayaa lagugu darayaa ee dowladda dhisaysa tu aaba muuse kaa doonaya waa taa laakiin inta digdigdigdig gurigii madaxweynaha anaa dhisay kaagu ribin ugu caaqligaaga you know somalanka waxa weeye marka xaaladda uu soo gabagabobay sanadkan magaalada Hargeysa biyo helaysa biyo filter garaysan bay helaysa biyo ku filan bay helaysa biyo ka badan bay weliba helaysa taana ku bishaareysa waxaa kale oo aad ogaataan maanta nin walba ha iska hadlo mayd maxaa u dambeeyay baa layidhi kaala sii shudu ayatullahi faysal cali xuseen alkhumeyni in badan buu qaylinayay in badan buu ka hadlay dhallinyarada liibiya joogta in badan buu dowlad walba kala hadlay in badan buu qurbo iyo dal iyo dibadba lay uu yiri halka hal ogaado dhallinyara laakiin maanta waxaa caddaatay meel kasta aynu joogno inuu aaba muuse aynu u tirsan nahay uu ina ogyahay ilma igu sawir inamadooda bacay u soo dhibaano bacay kaga soo dejiyaan eerboodada suman fahmi inagu laakiin inamadoonu iyaga oo ficha oo sida rarka saa u tallaabsanaya ayaa yimaada waa dowladnimada markaasi weliba waa ka muwaadisan yihiino halka kuwaas ka shaqeynayaan hablo soomaaliyeedba horteeda lagu fuulaa habla horteeda nadheer lagaga xareeya ay kuwaas ka shaqeynayaan kuweenu sujuud bay u daataan ciidama aragto khalaas madaxdooda soo dhaweysa wadiki arkay ninkii bugistee sidii moorqal shaaro aa soo gorshay bay igu soo war wadiki arkay sida weeraayna wadiki arkay haddaba waan hambalyaynayaa dhallinyaradana waxaan leeyahay maanta tini dhallinyaroy annagoo idiin soo socda dhammaantiin intiina timina maanta laga bilaabo waxaad tihiin shaqaale dowladeed oo weliba dowladda ay shaqaalaysiisay oo dalkooda ka shaqaynaya oo dalkooda wax u qabanaya kuna bishaaraysta anaa idiin sheegay dhallinyarada maanta timiye mid ciidan noqda mid wasaarad taga mid meelshii la doonay ee loo diro waxaad u shaqaynaysaan qarankiina nin walba ogow dhimashaad ugu tala gashay naftaada laakiin waad noolaanaysaa maanta oo waxaad ku noolaan adiga oo karaamale baad noolaanaysaa adiga oo cisila baad noolaanaysaa weliba dhallinyaroy waxaa idinku jirtaa axamdow calaykum asalaam in aadar waxaa idinku jira barnaamijka sheergaray aadar qadadwent maanta tafsiirkayga aad bay uga naxaysaa maogti waxa weeye waxaa idinku jira mustaqbalka raggii dalka xukumi lahaa bay idinku jirta dhallinyaroy.
ما فهمتي تاني كل بشاريسته بشاره ده ساعات اصلا سعودي مدعوينه ايا يقول دواقي عندنا يا انا ما انت بقالها يصير دول تاب ان بقالهم ابو غصي لما تنا تاجم بواحد تاي قولي بقى انك وحلا كاسي السنية صدح بقول وكون الدولار مقالة ده هرقيسة صدح بقول وكون مركة قولي لك كاسي يستو واحد دولة دي قولي كيك قادة نيسا وعشورة صدح بقول الدولار وقلت وقلت أدوي guriga saddex boqol oo kun oo dollar marka la siiyo afarta kun oo dollar waa in dawladdu yeelato toban kun oo dollarna waa in taxiska guriga noqoto goobta uu gurigaasi ka dhisan yahayna waa in wada gasha guriga hadii aanay wada gelin waa inuu dhisaa ninka guriga iibsaday ee saddex boqol oo kun oo dollar gurigaasi siisto هدي أو لعبتي سأنو هينين عشورة السنة لها أه يقول قالوا عشورة يو وإن لو قدر لعبتها تكسس رول كأه وضد اللي قدر السيو وضد أس إنتي كوك على اللي قدر يقول قالوا قدر يعني هو وحي يا ما إنا قام قام بخمتها نبا وحي سكن السنة يا أرلا إلهي بو بسنة ودن دنبو صاحي الدعوارية ويسكن السنة يا وانت كان سيدا وافر كيلومتر سيدا وصدق كيلومتر سيدا هو لبب كيلومتر يبا وغلط وغلط واني انت سيهي شو سيرفسكي وبومبييغا اما دبدبسكو سومريي ابلاسكو سومريي كاريا عايدقا سومريي انت سنو انا يالطا اسكو حركي وضاله وحندونا يعين المانت ادين شاو طبا يلسو حريني هبين هوري مركي عن كهال ليهي شركة تلسوم شركة تلسوم ضد كإلى الصهدي ضد حرب قبيل إلى الصهدي يا هاي أنا ما نقول إن أنا كمان شركة كأ بيرسنت تدور مثل سيدات بارو كل يعني أنا كاسي بقول كي بسيدات بولا يشركة شن نوح علينا اللي يقول سعد مسويا لو صدق يسي ديتا ككاي وحالا من اللي رأينا كمعالا ناقا إلا سهلي وحا إلا سهلين هب قبيل أو إليهين محاد أصو وهذا الحيساء وأدام شوكو سهد قدمي ورنما يو أنو وإرس قف ما إليه بقول يو تبانش روهران دين شيء أنو وحانا هاي من قرم بانا هاي وحانا نو باهانا هاي شركات كاستو دلك تشوكتا إن دلك انفستمنت واحد لين هذا قشطو وعوايا شركات داني مركز ما أنت لبن مليون دلك كيف هذا يسو ما حد دلك أي سوق جريسي سؤالش عندوني إن اسوي دي سنواتا أنا قاعد يقول عرارنا قبيل هاي يقول عرارنا تابشيل هدي وما أنت صنعينا يوم هرت ودم الدسا وإلا اسوي دي سعاد عليكم السلام داشيل ملاية سنترال اوف بانكي سومالي لان ملاية لما وإن لها لا داشيل مدي السي معاومة ددك الريل سومالي لان وقبطي مسمي صدح وإن تهلها لا أفر نكن دالك هانتي مقش هذي ودالك مدي السي هدي اللوالي انتها وعدو النغنية وغنغنية عدو قرنب النغنية وحن غنيا على كسر الدولي ومضل وحوايا شركلان وحقوبة هايه إلا حددو بكوس شركتنا ماشي العاكتة كهشة وقربها إيا الدلكي مالك رأو العاكتة اللي جاهي لعمل شرطو هادا بوايا هاي ما أمان درها شرطة ما النبال لآن با شرطة ما كرسوني درها شرطة ما هانيك عاول لبدا من مليان وانتو هرقيسة وققارو ودبي وغينيا وهرقيسة ودركيسية انتو او امني وايو
كقاضي لعبتي من عارف كأمني. وأنا سؤال شيء أدو يجي سوتش وابته. شركة ده وها كوا يستا أنا جو وشركة ده أنا وشخصي ما هيستو. إنما ده شركة ده مسؤولية كأ أما شركة كلنا ما هيستو. شركة ده الدلك محاي قشطي. تندون يا واتا. يا شركة دني دلك محاي قشطي. شركة لهن أما ده هبشيل هن نقطه. أما شركة كلا هن نقطه. أما شركة كلا أو لد مورال هن نقطه. محل جف إذا أدورت كف إذا وإلا أقاله وإلا هلا تاس نبى أنا قوي إسكت فرنا يا مهرت مول وحكومة سمينية تطبع بقالة كونا دولار دورت وحكومة هيسو تاسة برنام كواكا يعني تعين فهم لنا أنو قرن كري لنا واكا قولي بودي سمية هرتي سن ومول دم قولي هستي أيوها قاتيستي مول كي هوري إيسيك كون ري وابور واقيت ودلا لوغي صدقية يا واحوية وكل كل سنتيمتر بيو جلتها أما وان وان متر أنت سنتين أنتو متر بيو دادا لوغي صدقية جلتها ماله إنو يساقو بيسو إنتها ودلا لو الكائنو بيسو ماله إنو يتسن هرتسن هالكيلومتر قرحية ماله سمالك لكن وانا أولانا إنا أهلا وين همينو وين مكي ولاد كان هاي سوالك قابلنايو تضوضو قلو كنبوك شغيو رباح المعقول ما هدي دل محوكو الاسماء دل محوكو الاسماء دل دد في سادسة دل دد في سادسة نيوم باقا كيسا لباب بقل او قاري ما ماتر عشان روية قاري والبوع السيدة كم كيش حقا ما لديك ايا اسلا قلبتو حلقا الرأي أفر بقلو قاري وين سنتي دولة دكما سوكش عشورتها دكتا بربرا عوض بيسا أشورتي دكتا بربرانا يدي يوشن تشيرلابا أملح تشيرلابا كيش كبير اسكابا لصاري حدد مالي دولدو وحي أباها هنتحي دولدو وحي أباها هنتحي وما باهنا سحر بارك محاينو كوشا بينا سحر بارك وإن تايوان لله الله وإن براسيل لله الله وإن لو قادم عاشدنا لكي كتماتا دبي تصاين وكتماتا محالي كتشوك تيد دبي مفهندي قدر واحد صاين وغي ماتا عما واحد صاين وغي ماتا سعودي واحد صاين وغي ماتا واحد محال تمرعادة محال تمرعادة نقصوصية محال عقدر خكوي ماتا قلت وحي وين البروف كريسة وحي وين الحنبتين وحي وين التشوتشيسين شو ما الفهم وين ترى لمانتا يروح محاكا قصور لوفا إجينير أمير فرانسيسكو وكسو درا صدح مركب صدح المركب بحيجي بير 1-2 weeks وصو درا صدح مركب صدح المركب وكسو هرا هل مليون إيا باد دولار كمريكان كا شركة سومالي لانيو سو نغانيا كوبية 12 مليون وشركة سومالي لانا for example أوري محامركا وهل قدر كاكسي وين الوحيد توتريسا حد ما أنت إن الوحن الريباتريشن تبدي جيب إنات سمايسو تبتنا وحن وحن نغانيسا هل قدر مركا يتماطو بقول يلا بعثين بليون ودولار شيلينج سومالي لانه يعني. دولار نايم سنة قايسة كوبي لحدة مليون اسمه من خصوص يستي هل مليون يبر وده فرق مركب متى تطلع قنية وعوايي نكي تشار كأه إما تا إنه كيسو أفرت بقول الدولار كقديم يو إيه أنا كي يرجع شونية إلى هيبة وعوايي الله بدي بولع أبوري اللي بدي بيسك عيد بيوي يسك دلوي وإن كنا دبل السعر كنا لقنا نورية العقد كنا لقنا سوق هذه كنا لقنا نورية سومي نانكر هواي واحد انا مكان واحد الله يرادو تاكسيس ابيتاسيون اشوره تقريه وين مقيين اشوره دوك وين مقيين واحد شيله قول باني ما كلاي ودا افتي غبايرس ما يربا لسينه بقول كون دور ما سينه ار ودد يد جيك ورقدو صحيح يا واد دم غود دول كان وا كان وين اتك بايدا دم غود ما خسينه والله ما حد خاطر يعني دولته وحي او باغت هي لحسابته نمان كان ما يخرد أه ما توي ما تين ومتى بيسكود ليه ما يخرد الدل كان بعتد كت هاجن ما يخرد عليها ما يخردن وإلا هلا أود علسه مفهوم نك ما يركه ما تهاجن مسوق عادي لو بقولك كنا ضربوا يا وطيروا مرسوم مرتين وقفك كجدوية
waxa weeye wuxuu sameeyay cad wuxuu sameeyay warqadan la yiraahdo warqad waraaqo warqadan la yiraahdo warqad shee warqad deey la yiraahdo cadayn warqad kale warqad kale ala warqad waxa laga qaaday 10,000 dollar 15,000 20,000 konton ma yifaan taas a problem tabatan ummadi kan 10 warqadood buu sitaa ee kan kale 10 warqadood buu sitaa sidii ninka xalada boor ma kaali 20 sano lagu haysta waa dhulka kuma dagaalamay ayuu yiri walaatiga sanadoodo inta soo guri baan leeyahay buu nin ganacsadaa baan waxaan ku wasaagtay aniga nin baa habeen burcada 2016-17 markan burca joogay rag baan yaraan sida ugu qeyrin nin baa nin wacay arimelo imisa quri baa haysa wallahi wallahi inaan been ii sheegin masuuri maxay jiridii masuuri niyo waxa doonaya in halkaa balaasad dabadiisa horta dhulka ugu badan yaalay markaasuu rag tiriyey odaga inaad xirsi duuddu odaga kale in hebel odaga kale in hebel masuul soo galbeedna markaasuu soo galbeed ilma hebel ilma hebel ilma hebel masuul titanic iyo xaggan waa burca meeshan joogna dabeetana wixii markuu tiri wareedhe adiga iyo aniga iyo saddex nin oo kale wallaahi wallaahi carabkaygaas uu qoyan yahay inaan been idin sheegin waxaan u baahannahay lacag ma sadaysa suurtii lacag ma hayo suurtii 20,000 dollar aan isku darayna kowdi dhulkaasina qabsanayna dacwad bin maxkamadda geynayna haye nimanka ku qabsanayna inta ugu yartaa dhulka qayb baynu helaynaa wixii anu meeshaan fadhiya dabeetana waan eegay nimanka sheekadii bay rurugeen waxay ku soo gooyeen xataa waxaanu samaysanaynaa dhalinyaraanu lacag siino u qoryo u dhiibno oo ku dagaalama labada cisho hore marka la xirxidhana inagaa soo diinina sheekada marka lamastama kuur waraay weliba ninkaasi wuxuu haystaa shirkadaha ugu waaweyn dalka somalilan ka shaqeeya shirkad ka mida buu haystaa shirkadaha ugu lacagta badan leh dalka shirkad ka mida buu haystaa dabeetana intaan saa waagama waxaan kuuri mas-uul baa tahay oo mas-uul qaran baa tahay oo shirkad dhan baad u shaqaysa ma waxaad ku fakaraysaa qof miskiina dhulkiisa inaad ku duulimaad tagto yacni wuxuu taagan yahayba anigu maayalkaanu saaxiib nahayo maayalkaan ku oranaya dhulkan anigaa leh maayalkaa ii samaynaya warqadda xogayiisaan ka saxiixaya wariya horta dalkan dhibaato aafa ina haysata aafo u baahan gacan kulul in lagu qabto ayaa ina haysata labada aafo ina haysata waxa weeye arrinta dhulku inaga haali mayso innaga oo maayarada cadaabaha jirsiina mooyaane oo maayaradan yacni marka maalin walba ninka maayarka gabadhba maanta wuxuu yeelanaysaa 200 oo bolor bay leedahay gabadhaas waxay ku qasbantay inay maayarka la saaxiibto maayarkiina dan baa ugu jirta maayarkiina dan baa ugu jirta naagtan inay la saaxiibto tan buu casaynayaa tan kaloo casaynayaa kan kaloo casaynaya nin baa maanta wuxuu leeyahay dad dhul gaaraya 400 oo bolor ama 1,800 hektar ninkana wuxuu ka baqayaa dhulkiisan 700 oo kamida in danguud la yidhaahdo oo magaalada dabadeeda la siiyo wuxuu ku qasban yahay inuu maayarka la saaxiibo saaxiibtinimada maayarka uu la saaxiibaya 100,000 ku qaadataya 100,000 ku qaadataya 60,000 ku qaadataya wuu falowed buu qabanayaa siduu ninkan ula saaxiibi lahaa soo maydaan garan taas markay timaado maayarkaasi wax kastoo yimaada dhulkiisa uu ka duwaya waxa markaati idinka ah maalinta dhibata dowladda hoose argaysay nin korneyla yacni waxyaabaa dowladda u baahan tahay awood dowladeed in loo helo oo haddii boolis wax ka qaban waayo militarigu wax ka qabto oo haddii militarigu wax ka qaban waayo commandost wax ka qabato waa tan oo kale weeye war oday 80 jir ah oo qaranka 80-kaasi dhaba xooggiisa geliyey ayaa inan yar oo shalay miyi ka yimi oo dowladda hoose reernimo ku yimi ayaa jijiilaya ole dhulka jooji yaa ku sii waaraaroda maayarkii igu yara waraan nin askariyaana kamarad baa lagu haya ceebaha yacni u baahan in la qabto oo madaxa laga garaaca dadka samaynaya weeyaan waa nin sarkeel waa korneyl war korneyl qiimihiisa ma taqaana war askari qiimihiisa ma taqaana maya ma taqaana yacni laakiin waa in laydin baraa
waa in askariga qiimihiisa la idin baraa. Inay nal xaragooteen oo quruux badateen oo karaamo yeelateen oo aydan faanteen haddaan askari halkaa idin keenin, inaad maalin walbana askariga kibir ula tagtaan oo habarti dheregtaaba askariga doonato. Yacni waxa weeye dowladda ka qaadi weyday tallaabo adag inanka askariga ay halkaa saanta wax ka toogta. Adduunka waa askari, dowladdun baa weliba magtiisa way xukuman tahay. Reerku xitaa ma hadli karo, ninka askarigaa ma eegi karo, ma fahanta wuu xukuman yahay adag. Dowladda lacag yaro go'an bay dowladdu siisa reerka, hadday iswaashaanna xabsi baa loo wada diraa. Adiga inay hebel weeye, muxuu markaa inanka ciidan noqda, muxuu markaa inanka ciidan noqda, inay hebel weeye. Odaygii miskiinka ay siri inankaagu qaranka u shaqeeyo ayaa la yidhi mag baa kudultii. Reerkii wuu gadoobay marka, reerkii de wuu gadoobay. Reerkii kale ninku ka dhintayna reerka waa inay doontaanti. Meesha markaa waxaa ka baxaysa inankii askarig ahaa inuu askar ciidan ahaa, bikos waxaa dhacaysa ninkana waa qutul dariiq. Waxaa dhici kartay inuu askariga midi kula soo cararo, waxaa dhici kartay inuu isagoo walaalkii isla madaxa ama xabad kaga dhufo askarigi uu isla dari laayo kaga riday kuba dhacdaba. Wax badan ayaa jira, waxay u baahan yihin waxaas oo dhani oodo dhacmid sidoo kale sarreeya ama loo kala guraaya. Waa in la helaa maskaxdii bedeli lahayd, maskax qaad cuntay oo habeen oo dhan soo jeeda maalintiina hurda sawti ilaahay ugu wajacala layla libaasa wajacala nahaara macaasha. Maskaxdan halkay maalintii shaqeyn lahayd maalinti way hurda. Hadday maalintii timaadana saacad bay timaadana intuu saa tahay dib u cararta. Hadda soo maad garanay waxaa markaa loo baahan yahay, waxaa loo baahan yahay dhallinyarada shaqa abuur waa loo samayn karaa si fudud oo iisiya loogu samayn karaa. Kow, karaamada ciidanka waa la qaadi karaa, maantaba karaamo weyleyna waa la sii xoojin karaa oo cabsida ciidanka dadka waa lagu beeri karaa, waa wax fudud. Laakiin waxaan u baahannahay horta inaynu dadkeena kala badbaadsano. Imika Myers Hotelka hadduu tago aad baa la isugu rubinayaa magaalada Hargeysa, waa la isku wada qabsanaya. Waxaa jira niman imika dad aamusan baa jira oo awood sharci xidhay oo waayay meel ay u dacwoodaan oo ninkana ka qaban karaya iyagana qaban karaya awood ka awood badan maxkamaddii lafteediba waxa weeye yacni aan saxsanayn. Waa in la helaa awood ka bannaan musuqmaasuq oo la ilaaliyo oo qaranku yeesho oo maxaakiim maxkamadda sharci dejinta maxkamadda tagta oo dabadeetana ka awood weyn dhammaan waxaan kale oo dhan oo maayalka xilka ka qaadi karta oo wasiirka xilka ka qaadi karta oo xildhibaanka xilka ka qaadi karta oo qofkii ay doonto. Innaga imika marka awoodaha layna siiyo dhibaatada inagu dhacda waxay tahay imika aynu samaysano kulliyad matalan sidaasoo kale oo sharci dejineed oo adag aanu samaysano. Dhibaatadu meesha ka dhacaysa waxa weeye ragga ay meesha loo dhiibo ayaa kibre, dabeetana dadka kibir la doontaa. Taasa problemka meesha ka imanaya waa ka ninba meesha loo dhiibanaya qof bay isku yara dhacayaan, ma odhanayo awood sharci baad haysaay, qofkan sharciga adiga kaa hooseeya horta la doono ilaa iyo intaad halkan aad joogto isla soo gaadhaysa. Kaa markaad la doonato ee kaas aad isla soo martaan isla soo martaan isla soo martaan hadday kaagii timaado waa inaad dhex ka noqoto adigu ilaa ninkii adigaa siistee. Waa inaad markaa kuxigeenkaagii kiiska u dhiibtaa iyo shaqaalaha tawarnimada nimankaa arrintaasaana soo kale nagu kala jirta ana dooni maayo awooddayda. Dee ilaahay baa awood le awoodda dowladnimo inaad shaqsigan u adeegsado. Eeba haddaba eega dabeetana markaa gartiina la qaado cadaaladdii baa markaa meesha imanaysa. Haddii adigu aad gar darantahay haddu isagu gardaranya. Laakiin imika waxaa jira malaayiin qof oo habeen walba ku dacista ilaah soo talkana dhaafa wax kala sugi maayaan. Maalintuu xirsiga ka dego ee ninkii kala yimaado ninkii kalena wajhi cusub oo kale ula imanaya isla nimankii qowlaysatada ahaa ee dadka dhiiggooda bartay dhiig miiratada oo smiiratada ahaa ayaa markiiba horta maayalkan cusub lacagtaa usoo gelinaya. Tan labaad arrintan danta guud waa in laga daba tagaa. Dantan guud waa in laga daba tagaa. Nin baa wuxuu iibinayaa centerkii magaalada ayuu qof ka qaadaya miskiina waa cuqubooyinka in haysata ka mid tahay wuu qaadaya. Haddaan maanta
لايقول هذا بالبار دتك والسمال لان دتك بار وحن سو ساري كنا هل مليون أوقف أو عدالة دردو كذا اللي قول استي أو عدالة درو وريا أنا جاي مكان خويا ذا أنا جاي بشي أبيه لول بروها لولكي وحي كلهين مدردش أوجي وحي كذا بقول يا لواتن وحد الله يو أسير دلعي هذا أنا بقول يا لواتن أي كذا وحي سير دلعي أنا لوا بقول كبدن أما صدق بقول بيجي كذا أبتياش شيء المبتيا ذا وحي كذا لولكي هو يلا يكون دلعتي هو يلا يكون كرتي حتى وأنا جاي كذا دلها ليه نمن بها يستا محكمة دو ما أنت وحي الحكومة الشرعية كي دلها حق أولها كل كلام أمبيل قادنا إياه حتى أنا أمبيل بيديني مبلي وحل لا إياه أود ترى هذا أو وحي أنت بعد ترى ورطة الخيارة مرهي كم بارها مسند ما كم بارها نما كان ورطة وائل معي وائل مهيب الهيب حقي الدقنين تاريخ ده بي مرسن يشين قرمي الدقين سيدة أود دقين وحي وائل لهلا سمثل وأنا وما أنت مثل هو يلا 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 الشيء إن أي أمد حق هذا فهم لقيا ابتياش شيء أي قاتم كل هذا اللي قاتم مثل وإلا هلا مركا دي محكمة دي كلا سار ويدي بقص سد المحكمة دو وامحي ما كيس بين محكمة دو لو عطس سنة وضع سمينا عقلي بقى ما ها عقلي ما كيس بقى تمس الناس وعنكرة ما هي ما ها عقلي يعني تاسوا هاي السبب أوطه وهاي السبب أوطه يسكت دل كتاتك لما شد هو الصعانة يسا لول سكو قب سكو الصعانة يا بيكوس وحي جيس قدر كل الخال لغو ترى سمات قرني جيس قدر كل الخال لغو ترى هذا نوعي كل الكوكو جوينين أو كل الكوكو قبنين ده وحوي وحنا وسيس صعانة يسا سمات فهم مركا وحلو بهي أنا وشخصي أنا كهاللي ورأمد إن حقصور له وعدالة دويلي دته لبا أريك لا ترته وإلا هرا المهير المهير سيقر ترى لقواني عسكر قواني وحرية وإن تغذي وقرب حريق مقبط المها وإلا هرا المها إلى تينيج سيكستين لما حرق رأي المها وإنو هلا فري دوم وحلا يرادا المه وإلا السياء المها وحكد ورسيدان أيمانتين مسكح أنا وانا هيا مسكحة المهم لو أديك سنكري لكن الماء لسوق وانيا ولا حرية وحلو قلي والد في بصوحي وقلت ويا وقلت وإلا السمية هاي كم ده حبنا نعيدك هاي الله حزام تترير كم وإلا السمية هاي دي الماء الله شركة ستم وإلا هلا الماء أنا وحبو تبية الماء أنا وحبو بهية الماء أنا مسؤول بدونية المهر محود لباتلك يعني المهر معها هي المهر معها كمان تي صدق كوي من الساحة ترى تي ما أودي كريني إنه قوي ما معنا كوي أودي كريني وعندنا كوي أودي كريني تدل كني بحق بقرني ما أنت كلامك صدق هذا كلام نمو لما بقول خب دولار هدي الدولار عادي أنا كوي هيسو مجال هذا هرجس أما مجال هذا بروحه أما مجال هذا بورمي بقول يا لو عطت دولار بلقاس السنة يا بقول خب دولار سير لقاك هذا بقول خب دولار ما يكون عيسى أقدر كان لعقت سياط كذا وين صعطها وإلا هلا لعقت أنا أذا حاجة كبر حيس أدرك وإن أنا أقدر كان لعقت كبر حين you understand ذلك يتوب يلعقت هو بحذا وين بير نقطة ذلك تشبوت لعقت هو بحذا وين فرانك النقطة ذلك الصومالية لعقت هو بحذا وين النقطة لعقت الصومالية وين أبتر هذا هل كان أقولك لعقت الصومالية لعقت ما يستعمل ذلك الصومالية لعقتهم سوما أوديك بنك جاوديك إماراتكم حي استعمالات إماراتس أوديك إماراتس كا سعوديكم حي استعمالات ريال ريال أوديك وأنا دولة بكو خسرتين العقدي سكاسو ما ها إنا أذوق توري فرسنا إنا العقد هذا قاتو يعني واحد إنا هيستكمل هذا ما تحب دولة العقد هذا أو أن عيدا ما غير الصفو إلا وآثوي ودقالك توك سومالي أنا قصو قطعي كان واسين كان باكحو إما غماتا يعني أود إلهي من قصو عنا لكن حقيقة بيس كانوا مدسنا
بيسكنوا ما دسنا دولتين ولا لدقية إما كان مدحوانو انتو واحد على الكرية تسالة إما كان بخود دلتو موسى هندراب موسى لوكل موسى قفل موسى ما كان وحنا عيا يعني وحو تشوتشيي نمكي ديك ومد عليي أيا لوان نمكي مانو بحفلة هبلها هرقيسة هبلها برعو هبلها بورمي وضياشة دي كوفية ملو وضياشة قبر سنعيد وحيبا لوان خلنا يلا دي اسكسي قولة جفت هبل باب الرشر له كنت نكون كوكور لواه مركز انا عايد تمان وعيال العكسيان ومدحوينها عيان وواجب وواجب لكن لعدتي اي دونيين ولعدت المانتا وحي ايو اي تهلي كروايين ولعدت قبطي وي بكاس وحا قبا وحلقوقو قبطي ولعدت الليبيا كانت عرور تالي ولعدت الليبيا كسو ديسي وبتكيني يدلان كيني ولعدت مانتا سماي السيد إلا إنه إذا الدنباي نفسه جرمني إنه ده كأنه هو جرمنه ولا عرفت وشنت البلاد ووحي ويناقبتي وي ووحي ها ويناقبتي سو ما يدانقرني مركها هتبع علمي أهان يا مسك أهان يا عقل أهان ماذا حوينه إنتو دجال كتير كرا وبناء آدم هذا الله هين قربه هذا الله هين قربه إلى عليا هذا الله هين قربه مستقماسو كان تشوتشيا هذا الله هين قربه وحن مدح ود القوية مدح وينو صدح سنة دافي ماي هذو صدح سنة العليا العليا تبتي سلايم بكل عيا سلايم والله بس سنة ضد بدلك العليا إما كا وحي لهلا مدح وينو مروح ود السواي مدح وينو سلايم مركو صدح بلاد شو أنت يا مدح ويني سهدي كم أنت العقية دوك صورتين دلك دجالك كياني ee dawladda Soomaaliya lacag soo siiyay dagaalada ee yiri nabadda Soomaaliya inay ruux la galo moodo lista man jirka la hayaa jidinka ka qosla xayir ka qaldan waa inuu bedbaasada horta dalkiisa adeer waa inuu bedbaasada dalkiisa waa inuu hantidiisa guntiga ku xidhaa waa inuu dalkiisa difaaciisa xidhaa maalinta waa inuu soo jeesta dadkiisa iyo dalkiisa You understand? هذا بقى أنا أمك واحد عام سنة. نيك ما أنت يعني تعي تمي. أنا أمك. تودك أنت لي. ودك معه أنت لي. تمو أنت لي أنا شخص أمي أنت لي. وأنا أنت لي. بلدتك أنا هنا توصل. إن واحد لقى بسنك. هدوني ما تشرى ما أنت. عيدا مين ولا ناي. دلك عافمات كيسة دلك إلى عليها ما يملي عيدا دولده هوسم ما أنت أود أوله إنه الله حساب تمام مين ولا نه ما يملي بقص قشن كان قفك مسؤول كأوان الله حساب تمام هنتي ذا صوغ شو إن له ويدية وريا دتك هدا الله ذا وإن لك جلا سحن كمان أنت هدا لك حقي سدم بيجلا وإن له هلا وحكو يالو من نظيف با ما وصخ با ولكن حقي صدام بي حقي صورة هديها قال سنتي حقي صدام بي محايا لا you have to wait at ugate building can محايا دحيا لا محايا كشقية building can دوشي صدرك تهوستي سمحايا لك قطع وانا لدي عينك او دورها قريقن محايا كشقية قريقن محايا كشقية قريقن عكتي صابتاني محايا لا ومبهنت عيدا نطاق قب 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 ومبهني حلو بان تين هذه يلا تو عيدا قرعة دق 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 ويرى السلام عليكم عليكم السلام قولوا جيمس تقول تكنت يعني تقول قرا وأمر وها يصح ومين اللي بقولي كرا وين اللي هلا شو ما تكرم لكن أنت وحوي أنا إنه ملهي وحبي ملهي وين ولاهم لكن برنامج كي سيستم كي وحبذن بقى أنا قاعد تلتن مرة يهفت إنه بدلوه وإن هرت ذلك الله كان الشيء يعني هو البشر قدوا لها شقدي بقى سكيرك اللي حشرت كان كيبا ماير كيا ماير كيبا سركيرة بدل سب كيبا مدحوينه يا ده سب problem وإن المركة هلو شركة لها دلكة فأقول وإن لا دلكة محاكة فريدة
طبعا وين لا بكون لقى قاعدة طبعا كم بمالتي فائدة وين لا بكون مالتي أي بحصة بيردي وين على سونا حريصا وين تلك الله لسا مرة يكون حقول اسمه وصلا مفهوم مرة يكون حقول اسمه وصلا ذلك وينو هلا وينو سمينا وينو سمينا ما أنت دولت وين الجريه سميسة جريه سلا لو سميني أنا لا أتمنى جريه دولت لو سميني وقرني سفضت بيوت الله هدي ما تلي ويدين له هل مليون أو جريه سلا نود سيو سفضت فضت فضت بانود سيو سلا نود سيا لكن ده يدي شيء جميل ده الكلام ده قاله إيسي سلا بانو اللي بتشبرنا هو فضت والله بالله هو إيسي إله بيقول وما درس وده إيجيسة الدولة ده إيجيسة ومدن معها ونقول هي إن ومدن تشيستو ونروش هذا كله تشيستو وي فضوطة وي فضوطة أكون لعبة وبهانت هم ده أرتع عنهم ده إيه مدح ميه ومدح وين ميه وسير ميه ودو لكن وسير كنوع اللي يركان عليه ده قد هذا وين تنبرت كم بوفية لكن ريالات ريالات تيجي مركز تاعي أنا ندي ولد كحرين ميه نين دولة دناي كونتكت ريهين ميه أما حسب المعارض أما دولة هالنوع لكن واحد عين من قرنكا دشي ستاجن أو قرنك كسر ريو أنا كقرنكا يكسر ريا أنا قرنكا بيلع تاجنة صمد قرنك بيكوس قرنكا أيان إيه جيه مركا وحوي دت كيغو وحنقص على واحد صولن شركةها أنا شخص بريز كيس كومد دوليني وحن دوني يا ولا تحشيل ولا تلسوم تلسومين هاتي يا رتو دل كديستو دل كديستو دل كتبع عليه سو حقوق بتو وما دعوسه نحريس لقى أركو أي شو تشيسو بنان كأي دل ككتب هاي أو أي نقطة شركة دل كلمد أشركة ده دل كشوفه إن النقطة شركة هانتي كل دل ك إيه كلي جدا ما شركة كستا أولوك تبنانك كلت شركة أنا واحد دوني أنا الباك والله وإن الشروط الفلسو وحن كلت أنا قوان دوني لعقاهن أي لبضا شركة أديك سنيا إساد داعة دي بقود ماينا نوكتر بقصو ما دواي بختي ده لبا تحو قنب أوكانتي إيه دهب إيه ساد ساد وحن إيرانان داد كلبا توكانتي هذا واحد إذا استأنه سيدابا لو بابين كريا وفضوط هي ذا واحد إذا استأنه سيدابا لو بابين كريا وسيادي عادي عاد الفروق لكن هندي الشيء وهذا كسنوين وأقويهم بالليه أقويهم قريقان قبر صناعي وما أنت كهلي سعر بركة ذلك هايستا القبوري برود سيدرو دارو سيدرو دارو دكرو دارو دكرو سيدرو 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 يعني وحقف قد اسألون كرتم مع أغلي بولي مع علمي بولي مع أرق بولي وقف قد اسألون كرتم فيشين فوق أما أرقتي فوق مبال وأنا وحن قرانا يا بغولك الدولار والله بعد تنقف قول كن نور بيش يكون نور هذا ما أنتنا كن دولار بانا كن نور أنا نفت يقف ما همك علمك وكاما علمك كاما أرق تدو نوع عما عبد جامع عبي أبا كو سلام يا فنان هويا حنا أبا هن هاي حالة كدوين استويشن كإمك وحنا أبا هن هاي دالين يرضى وعلم السعونة يا دالين يرضى دالين يرضى وإن لهرو سيدي أهنتان أي وحقوق قبان لهاي دولدنا وإن أي قعان سيسو أنا أقول إمك دل خواني مانايا محان سمينايا وحبا دنبا سمينايا وحبا دنبا قبانايا لبا بلود بان سوى تشوغي لبا دي بلود وحن دونايا نقالها الدولد ده ما انت هدو سدح بغوليو أفرت المليون وياهي بغضارك مريكن كان لبا دي بلود اللي لحبغولو مليون نقضو ما أول ما يسليني ونقون نقون كرا ما يسليني
million of billion بو قاري كنا دخاله إنه ما يسليدهن ها أفر سنة قدوه هذا وحين قري كرنا والله بالله تلاه كيف 60 هي كيف 50 أين والله قري كرنا لكن قرمين وقرينا وحضينه قرب استغنى مدحوينه هنا وحضينه إنه نغنى دد هل من هو ذا الشيء او اينو بحنو كوفيات بعلياش او اينو بحنو نمانك برتي ديق امتا يعني المهن سومالي لاندر كأه لابد ويل ارر سومالي لان ما هينك لدرجة السرية انا انا كيغا مانت برعوتشو ده اي انا كحافظ ده كنول ان 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 حافظ ده لياقو نيردقى كنول انا اسكو درجان نغلان بان دونية مدونين لاين كان ابي با لعق سو دير بلياراده او بلياراده او الما هيره غاريك بي ام دبليو كا وتا ابي ايا وحايه وحا وسنيه مدونيو اي وحان دوني ان ليرادو لبدان ان وحا واتان لبا موتو وا لبا ويل او سومالي لاندرا لبدان ويل وحا واتان لبا غاري وا لبا ويل او سومالي لاندرا لبدان ويل وحا اي دغيين لبدا غوريا عد عد وا لبا ويل او سومالي لاندرا كان دوني واتا يا تانا وحن او هلينا انو قعما اسخرسنا لكن ما أنت شاكر قليل أنا أقول ريل هبلة هاي هاي بببب ريل هبلة ديارة دو قبر سناع سنان باول مولي كم باول مولي هير خيقا سيدا يلي ليح ما يدري ساقال باي هنك ساكا كنفتا ساقال باي سبا حضي الله مزا هوا مكاهي لبا قبر سناع تانت قرن قد قال لي ساماها أركتدا لفوق بات قال لي ساماها تدل قد قال لي ساماها قالوا قلوا بيسلي قارب رب عروش حرموش وعري سلوك وعري بقص ما نبى تعرف تدي يا رستان وحن دبى لو يدي الشيء هرسوا مال اللانو وحن أبا عنا هاي أنا ينو ليش قيمة دولة ديني وحن أبا عنا دلك واحد شو قد دلني يرو إما كباور بترك الأوس هاي بعد إيه أنا يربى ماله توب السمية عرف ليت عادي يصير شيء ضيع يعني وين كيس أروح على سمينا يوم وادر اللي يرو ورم حادي كقلتان سريدي بس سمينا يوم وادر كيس ما دعوينا ورتيسي سريدي كبيه مريه ويا دل اللي يرو أنا أفهم بعهنا دل اللي يرو أنا سكره وبعين أدر دل اللي يرو أنا برافد ما دل اللي يرو أنا أنا كرا ما نقوم كرام برافد دل اللي يرو وين لقبت الدورود وقبت الدورود وشغال يسنسطو تبى ترى وين الدولة وحصل صارتها دولة دي نوح جريسة السنة وفاء إذا سنة يا أو شق سنة يا أو حق يسوع برنا يا ده الخوائن لقى سارة برافة شقيسي خوائن ده الخلا لقى سارة ده لق برافة وشقيسي وين ده لق كربها إما كم ده حبيناه اسمعوا لي مرجلا محلو عايا هو دكتاتر واقع محلو عايا ما تخانن وحقود ديني شخصين وكريج إنه لا دابو ديني wuxuu door biday dadku inay wada noolaadaan ayda wuxuu ku kasbanaya dadku ha wada noolaadaan ma faad waa muhiim dadku inay wada noolaadaan marka ninku haddu dalkiisa noolaysanayo daacay male haddu yiri dalkayga wada noolaada oo inanka maanta xaafada balbale iyo inanka ku nool en gabbad ah ama gabbad ku nool inay isku noolan noqlaan ismaaciil umar ba ka dhigay waa isku dirachan noqlaan oo jesuus jabuutiya labaduba noqlaan isagaa simay hadduu kaana simada geyn laakiin dhulka geyn laha isagaa akhri loo qabsanaya inaga tanaga maqan waata dabeetana ninkasta oo hanti laha bib markii la yiraahdo sidaas dadku u shaqeynaya xeerka dadka ku dhaqan ayuu carro waa sidan ismaaciil cumar baa sidan na yiri ismaaciil baa sidan wala helaya britain ana qaar badan sida oranaya qaar badan موسى سيدنا نيري موسى وادركتان موسى ودغال اوغي ورمايا ما موسى دغال اوغي تاريخ ما دايسا موسى انت ميل كو دوله قبصداي ما دايسا تاريخ ما دايسا موسى او امه الصوماليه انت دغال كو قادر رساس لا دحي ما جبت موسى ويرغي با ابها نبط وها ابو موسى بيح عبدي ثم ذكرن ما تروا ابيه نبط نو ورو بنفت هذه نلوش هذا وشي أنا كانوا يقولون لي ورياله
reer Soomaaliland waxaan u baahanahay inaanu maskaxda ka korno. Waxaan u baahanahay maanta meel aad qurux badan baynu joognay. Soomaad garanayn nimankii waaweyn, iminka ka hadla reeraha qabiilada ka hadla, annagoo reer hebela tolaayna hebelii geeya ninkii hebel gaara hana siiyo warhala, nimanka waxaale taariikhdaa qortay dalkani Soomaaliland baa la yidhahdaa. Reer male garan weey cid walbaa leh. Soomaadaan garanin haddaba aanu faluged qabanno inaynaan kuwan ku mashquulin, oo qof ina soo caya aynaan ku mashquulin. Ee qofkan waa inuu berri ka fakraa talow sideebaad u tagtaa, talow yaa ku cafini, talow maxaad samayn. Wuu xanuunsanayaa marka laga halkaad intaasoo waxba sida laleelka intaasoo waxba leeg waxna kuma laysan, because banaan buu ka caytamayaadi. Marka waxaan u baahanay maskax ka duwan maskaxdan imanka dhalinyaroy aynu gacmaha isqabsanno. Soomaadaan garan waad aragtaan qadaad weyn dagaal bay nagu soo qaatay. Xeef ninka la yidhahda buldan xale wuxuu saxaa inuu ciidamo badan u keenayo oo Soomaaliyeed oo gelb maamulkiisa ka tirsan, waynu soo dhaweyneyna Soomaaliya oo dhan baa inala dagaalsan. Waxba yaan laynoo kala wada reerkaa reer hebel inala dagaalsan, awal horena waa inala wada dagaalamay oo waa ina wada xasuuqay. May fahantin maantana sidii uun weeyaan, laakiin maanta inama xasuuqi karaan. Iyaga ayaa xasuuqmaya maanta. Ma garateen maanta inagu waxaan haysanay madaxweyne ina jecel inoo daacad aba muuse biixi cabdi aynu la shaqeyno. Soo hadalkii buu idinma dhaadhicin aynu la shaqeyno. Dalkana waa inaynu wax badan ka bedelna. Dalka waa inay aqoontiisu shaqeysaa, dhakhaatiirtiinu ka bedelaynaa, caafimaadkiinu ka bedelaynaa, dhakhaatiirta brefadka ah ee dalka dhammaantood waxaan ku rajaynayaa inaan la wada xidho. Meel ma gaarino inta brefadna haysta. Wasaaradaha ay qusaysana waa inay dhammaantood wada joojiyaan. Wasaaradda waxbarashada waa inay joojiso kaararka ay siinayso jaamacadaha iyo iskuulada brefadka ah waa inay joojiso. Wasaaradda caafimaadku waa inay joojiso dhakhaatiirta ay siinayso waraaqaha ogolaanshiyaha ah. Wasaaradda macdanta iyo biyaha ama macdanta iyo tamartu waa inay joojisaa dadka ay u fasaxayso dhulka ee ay leedahay baadha eela waxbaanu baadhayna cilmi baadhis baanu samaynaynaa, taana waa inay joojisaan because hantidii dalkan dadku lahaa bay qaadanayaan. Waxaan kaloo doonayaa madaxweynaha inaan u sheego mudane madaxweyne shirkadda jiniska ah ee dhagaxa berbera ka rarta, ee dhagaxii dahabka ah rarta, shirkadda waa inay dalka ka joojisaa. Shirkadda sida ugu dhaqsaha badan leh waa inay dalka ka joojisaa. Waa inaanu dalkan ka dhoofin dhagax, waa inaanu dalka ka dhoofin ciidi. Labadaa arrin waa aafooyinka ugu waaweyn ee ummad baabiisa, ee ummad rogta, ee ummad disha. Waxaan u malaynayaa maasha allah maasha allah, waxaan arkaa khayrkii baan arkaa Sheikh Shamsuddin Makawi baan arkaa oo maanta ku sugan beytkii barakaysnaa. Walaal soo dhawow, rabbigu ha ku barakeeyo, ilaahayna waxaan kaaga baryaynaa inuu ilaahay ka aqbalo ictibaarka aad u baxday. Ilaahay waxaanu kaaga rajaynaynaa rabbigu inuu ku naxariisto akhra iyo iftiinkaba. Soo dhawow marka walaal, aada iyo aada iyo aad baanu ku salaamaynaa. Waxaanu ku rajaynaynaa inaad dalka Soomaaliland iyo dadka Soomaalilandba inaad u soo ducayso. Nis xiroolaha baa noo yimi shalayto iyo wiig naga soo baxay magaalada Burco, dad badan oo 2000 oo qofba naga sirxay. Ninkaas isna wuxuu kusoo socdaa cimradu kusoo socdaa, ilaahay isagana shirkiisa ka duwo. Ayaanu ilaahay ku leenahay, ayaanu ilaahay kaaga baryaynaa. Waxaan doonayaa inaan halkan uga diro nin shiikh ah oo Sheikh Bashiir la yidhaahdo oo magaalada Hargeysa jooga, inuu ummadda isbaro. Ninkaa waxaan ugu baaqayaa inuu cilmigiisa uu dadka isku baro oo casharka uu dadka siiyo, inuu dadka tuso ninkan yar ee lahaa car car ii keenay nin wax daweyn kara oo anigu sidan wax u daweeyo car daweyn kara ninkan leh, isagoo wadaad sheeganaya. Waxaan ka codsanayaa inuu tuso awoodda Ilaahay siiyey. Casharkaaga min Yurub, min Ameerika,
من هدية أمدو كابرتي أمد الصوماليات أردن أكود ضبيبتي إن النكاس ألمان تكون بينسو أيام كاعد سنين تاسان كاعد سنين الشيخ بشير بن باقا ودريا علماء قصيصان ودريا وعن ودريا علماء الصومالي لان نكاس حرولاء وأنك يري هرجيسة إيا برعو اسمه دوا برعو ونكسن بوري هرجيسة ولا فهمي ولا قوة دعاء هيا يا للمسيحي برعنا وي وضيع محاور برعو وحي وقراتي سحرك تذكر هير برعو وعن الشيخ يا شيخ بشيرين وبرعاتك والشيخ بشيره نيكان عشر بينا بدك كوشو بيجي بلدتك يسنحتك وما دو يلا أركض دون تأوذها إلى هاي كسية ودتك كدو عيسو أو بالمجال ده برعتك الشيخ بشير هو علمك إلى هاي كبري دتك وف ودتك كده وين قال كان يرى علاش كآيات سمع سنة سكبح بابلك وما ده السجوك كان وتس كوالا هل دتك وتشيك ولي بواد شيك تاي مدول بواحي كتيرات شيك تاي وما ده وشيك إنت سنة دكوا باقي، وسارة دارمة جدا وحنقطع سنة يا، يا وسارة الدين تي وقفتا، ووزير وزير خليل وجوه الرئيو، إن طلابه كقطار نكاس دل كان عن ودي بسوق جري، تاسنة دكوا سنة يا، وحنقطع الدنيا أنا ندي شو ما ملكي سوماليات بوتلان، سجال قاري. أيه ما تكسو كحيان بوساسو أو أفر أي تاي شامبو حيرانو قولي لغو دو مودا يا لسارين يا أفر قاريو تكنيكا وانو سوى دوينين حيف إساقنا وحنو لأن هندو ونو سوى دوينين عيدا ماذا هذا يوحد هاي ستو كاريهي تونك سنو كور تاقنا وانناك عنوكو هاي سنة ولي وقالا كيسو مالا نكو بوفرنا بلادا هذا وحي سوى حاي سنة نو سوده ونو يدسوينه إننا نحرس أنا قوم هينو إننا بري ماينو قبيل لمن نقانو أنا كقرن لا يسوم إلا برمه أبشرة إن الدولة تمنين لكن وان سنة كان وان ملبورن دو الصورين لما نو حلا يذكر يسوم إلا نو ملك استوى شوكتن ملك استوى شوكتن وهنديك أوت سنة يا إن الديسكريب تكتن دولة دينه وهن وما هذا علنا يا دمان ومدري يسوم إلا نو إكتب قاطعي gurmad ka ciidanka ee dalku xaalad buu ku jira een macnaheedu ma aha ciidankan waa baahan yahay ee macnaheedu waxa weeyaan dhaqaalaha aad iyo aad iyo aad buu dhulka ugu gala waxa la inaga la dagaalamayaa waa dhaqaalaha ee hadii uu dalka dagaal galo dhaqaalihiisu aad buu dhulka ugu gala marka waa hantidan aad sameeyneysaan ee aad keenaysaan waxay qayb ka noqonaysaa oo ay badbaadinaysaa بقول مليون يا بقولال مليون وعيدا كسهيد وذي نجي قليله واتكون ما هتسنتين هتشوتشيننا ما قالت البرعو السحر بس وقلوا ويتشوتشي ويتشوتشي ما قالت البرعو ويتشوتشي لكن خلنا نقول باغي ما قالت البرعو أنا ساتن ب أي الله جاي أبغى هنا بلابو أو ساتن ب أي بلاد مسا تمرعات عيدا كأنو سمين يجي لعكتي وحي أن أروني يوحي كلامه يوحي أنا وانه يبغى يسخد رجع صادم بيت بلا مسا إلا إيوه نور عشاك بعد بن عينا كأن شعلها إنا وحي وجو بدنا جرسيو إذا كنا وحنا ذكر السنة يا إنا أيضا أذان أورانين عيدا كيون وحول بوه هايستا وو هايستا عيدا كيون لكن ودق عليه ذلك هنا مركز صدق عليه إنه أنا بروك أجرين أنا ولا لا يعصمين رجس مال لانو إنا إنه ciidan ka sahaydiisa inagu hadaynu nahay shacabka Soomaaliland aan qaadano oo aynu badbaadino roos inagu hubkimay iibin karno ee wax iibinaysa waa dawladdi shidaalkiiba meesha dheer yaani ma aha inaad bariis iyo timir inaad gurtaan ma aha iyo kimis shidaal baa jira biyo jira booyada jira baabuur baa jirta efentiri baa socda yaani shaqsigan muxuu ku dhaqaaqaya haddii gaadhigiisa bilaa shidaal yahay yaani dagaal kan in la riiq dheereeyo la doonayo waa dagaal dhan oo dawlad dhan oo caalamku dhex tarafsan yahay inuu kula jirto oo Soomaaliya la yaab
marka weyn dhaqaalaha ururisan oo al wasiirka arrimaha gudaha haddii aan garan in ana toosidu ku soo xiray marka lacaga ururisan ana toosidu ku soo xiray ana wasiirkeeda la hadalsiinay ana magaciisa iyo meesha lacagta u dhigsanaya akoonka dawladdu leedahay lacagta lagu shubayo ana idin soo sameynayo wasiirka idin soo sameynayo magaca wasiirka ku soo qoraya arrimaha gudaha waana samaysan waana dhaqaalaha ururisan ma loo baahna timir iyo baasto inaad soo rartaan hantina waa loo baahan yahay maxay idinka qaldan hantina waa loo baahan yahay ku dara hantida ku dara oo ururiya lacagto dira maanta 100 kuna dirtaa muxuu taraya ma taqaan afar cisho dagaalkii ciidanku ku jiri lahaa shidaalkiisi weeyaan iyo rasaastiisi $100 lacag maaha marka miyadan caqli lahayn miyaan dadkiidi miyaan dalkiina jeclayn miyaan waalidkiin jeclayn illa waalidkiin baa ku wada noole war lacagta hura lacagta oo dhaqaalaheenni in la burburiyo dowladna haddii dhaqaalaheeda la burburiyo innaga oo taagtaagan baa layna qabqabanaya timirtan iyo kibistan aynu dubayna waxba sheegi mayso aanu garab istaagno ciidanka iskira taagayna macnaheedu maaha inaynu briis iyo baasto meesha un keenno iyo biyo maaha waa inaynu ku darnaa biyahan iyo baastadan wixii geynayay timirtan iyo kimistan wixii geynayay waa inaynu hela maxaa geynaya waa inaad isweydiisa adigu waa inaad isweydiisa shidaal baa geynaya baabuurkii shidaal baa lagu istaalaya dowladdu waan aragnaa way cusubtahay dowladdiin dalka waad aragtano corruption baa ka dhacay dowladdii ka horeysay dalka way boobtay sanduuqa dowladda waxba looguma imanin sanduuq marinba madaxweynuhu u yimi haddana muu calaa cali yaa sidii madaxweynaha soomaaliya walaalayaa ku soo ridaay yaa ilaahay wax siiyee shirar noo qabtay muu odhanin intiisiba aamus ay tahay dagaal baa lagu soo qaaday ay tahay halkan baa lagaga furay dagaal ma garatay marka isgarab taaga dadku meel kasta aad joogtaan waliba waxaan ugu baaqayaa dhallinyarada reer soomaaliland mareykanka ka degan waa taqaanaan dhallinyarada mareykanka ka deganow sida xafladaas ugu soo sabartaan heblaayo heesis ay iyo kanadu waa taqaanaan sida inaan yaro heblaayo inaan isku soo sabartaan waa taqaanaan soomaaliland garanay hura lacagta oo u dira dalkiina lacagta oo u dira dowladdiina lacagta ma dowladdu ma lacag ka doonaysaa miyaan dalku idinka xaqadu ku lahayn meelaan dalka u dhalan yah hura lacagta oo iska ururiyo isxilqaama oo reerkaba waad u urursaan oo qabiilka waad u urursaan joojiya qabiilka iyo reerka joojiya oo lacagta qof lagu dilaya waa dirtaana joojiya dila lacagta qarankiina u dira madaxdiina la hadla annaga la marnidiina siinayna wasaaradda la hadlasanana annagaada siinayna haddaadan garanaynin haddaadan wasaaradba garanaynin xawaalada daabshiid iyo xawaaladaa ku diro maxamed kaahin axmed ku wada qora muuse biixi ku qora madaxweynaha haddaad doonayseen faysal cali xuseen ku qora haddaad doonayseen warnimada qaranka wuxuuda qaranka waad leedihiin qaranka wax la qabsada nin walba dalka marka kasoo baxuu dalka ilaawa markaasaad waxaad doonaysaan inaad dalka wax ka wada qaadataan mid walba dowladdu eega tal dowladdu maxay kuna soo duwan tal lacag ma lagu siinay ha eegin iimaanka dhulka ku dhufatay dalka wax soo geli oo dalkan iyo dadkan waxa weeye dalku xaalad military buu ku jiraa garab istaaga dalka maxaa idinka qaldan maxaa horta idinka qaldan oo qof kasta xukuma oo qof kasta lacag ka qaada adeer ogaada madaxda dalka joogta madaxda dalka joogta adeer wixii aad u dhintaan baa wax idinku qabtaan soomaaliland garab waa dowlad dhan baa idinku soo duushay waar dowlad 30 sannadood lacag urursanaysa baa idinku soo duushay waar dowlad argagixisaa baa idinku soo duushay idinka oo maanta doorasho galay oo aad ogtihiin kaararka wixii lacag yana kaga baxday oo aad ogtihiin indhihii la qaaday wixii lacag yana kaga baxday oo aad ogtihiin electionkii aanu galay wixii lacag yana kaga baxday oo aad ogtihiin doorashadii markii aynoo dhacday xanafta inagaga tagtay ayaa dhinac walba laynaga soo galay adeer puntland waa maamul soomaaliyeed soomaaliya dabada ka wadi maanta xeefwaa ka budlaan jooga maxaa keenay weligii muu imanin yah
فرماجو محاك كين يقيا وادا قالا ورقدو سحاحا يا اوهورا كينياتو وسحاحا ومحي بدي سوماليا وي اسنا اينو كقب الدشو هوب يلا عقد يالو غردك على ميا ادر ادر غردك على ميا يلا عقد ادارو موالي موي دولدي سلايا رعليد ويدي داني ماكي دولدي سلايا كشخيني أنا قال ودينا سلعت عبارة تقولون دي سلاية ويدي أولو سلاية هو يدينين إيه وسيرك قبل سنة ويدي إسقى قاتي إن وحباكم مخبان ده واتي بخارة ده كوكو رنتر راشين كنا بخارة ده واقوي راشين كنا كوكو ربيتي لكن دولة ده موسى بيعي وعي إسقى تيسي أيو تمر يا بستيال يا عانا يين تسوس يا بدت كيسي وجو كرمدي ما قرأتين أبارة كنا أبارة دولت السلاية دت كي كشغيني ويدية نما كدال خوني ويدية دي نما كدال خوني ويدية هذا دولت المسمى أبارة شوكت هذا تعبار قفل بحقنا يا لعكتي أبارة هالكبال الجاي دائما موسى ويدين مثل دولت موسى ويدين كارب أنا بعروش حنون يساتي وارمتو ويدين قلت هذه والله بخارد وكوكر مي بالله يا الله راشنكي يا تمرتي تمرتي نوي يفسدين راشنكينا بخارده وقع يفسدين ما يفكر بخارده كقرما هذا وراني قد يجي نرامي روشاك بالله إذا أرتم يا داني برانا هنا لانيك هذا روح وي لابا كون أوكين تالما كي ما أنتو كسوك قاعدو لابا كون أكين تالبا وانا تسلوي قدي يكو قيسا بخار خنا وانا دفك قيساتنا لا واخر سوى مري قيب تكايتك وانا دفك وقالاتنا لكايتك انت عصاو تالا سيدا سانو دفك وكرا سيني ما راح دمن بان سوقينا لكن كيد انت سوقت والله انا روح دتك وعد يسوي لكن دولتي مدعوين السيلايو مدعوين السيلايو نمك لا شقيني برعه باي هاي بل لك الهي دنا اول بدولته وكنا فيا انا نمك احمق صنايا نمك دلك رجم يا ركيل هاي موسى وحو دلك يمد دل دنا اول بكود ولا بس او قلوه اي موسى موسى نيو الهي باوته موسى بيعي إلهي با وتوقف إلهي إلهي با يقوق وقف إلهي موسى بيعي يا محمد عاشي إبراهيم محمد عاشي إبراهيم قال له قريه سيبو حراشي دولة الصومالي لا صومالي لان قراني موسى بيعينا موسى بيعينا تي عقال أكل والله يقول من الصومالي دل سيروي أو أن مدح أولين أو رقل شبتيستين أو اللهم لا بيج للتاجين يحي أيام موسى لك يعني محل الدوري موسى مرخصين أو إيوه يا حاجة إيوه ينوس عسلو وتي دوري أضل خنا فوضى قلا لكن والله بالله تلاه موسى واللي به إله يجوك إله يجوك إله يجوك والنازن والنازن of Somalia ده مندل ويا والله بالله إن أنا خلني أشتري هدي اللي به ده الشيء سمعنا لا مقدرش وانا ابو موسى يا محمد حاج ابراهيم عقال سمعت غرام رنت وي ايدين غبته اد بي ايدين غبته انا من غير خيغا وسيب خيغان بو دابا انا موسى لولا يا مول صغير كي يغور بو ديك حايا موسى دورا انا مسار انا وسا سمر ويغي بل دابا كوس وح موسى كنت غير يا غرام وح رير كم واف دوبا يا ولا يا كان سومرا موسى وريدا سنان يا وان غرام بدوني ما كرمسه حل بدوني موسى ما كرسي فولي سداسو ايغاي دبدتنا وحيرا موسيني مدو يرا امس مدو يرا امس امك مدو يرا امس نابو ويبسيت كان ايلا برق اونلاين يو ويبسيت كان لي عينه من نيوز ايت ورقات انتو العكس يبو انما يروس درو خري واحد تراد بيشا اوو بدنيت اي خبر جقلو اي سمنا ابكر ee ololihi dowladashada muuse biixii ay la galeen oo dadana dawladdu qadisay waxa kala soo ilaahay baa buuxu ka keen saasaro eegay dadana waxa la hadlay odayaasha reerka warnimay arintani xagee ka timid waxa la wariyay ma ogeyn waxa socoto socotaba tii wasiir ku xigeen kaalay arinta fariisad dadana aniga leef soo galay leef markaan soo galay ilaa war deer reerka aan leef ugu jiro waxa way anigu mar hadaan qaran ki ahay
deen xeer shaambadiina lagu dhufto waa laga war ka qurux badanna anagu qaran baan ahay tii Soomaaliyana qaran baan ahay maantana qaran baan unna markaanu nahay abar jara laga yimaado beesha aanu ka dhashay samanaa bukor la yiraahdo nolosha maanan cabanin Soomaalila waa noos manta dadka degan waa noos manyihiin mid kasta oo wax hela wuxuu helaanu la leenahay anagu ninka dhulbaanta hadduu wasiir yahay wasiirka waa la leenahay bikos waxaan ognahay inaanu naqadinayn markaanu u nimaadno oo reerkaanu nahayna sharfayo oo aanu karaamo leenno oo cisu ku leenahay Soomaalila markaan waa damaqday annagoo reerka sidaa karaamada u leh ah inuu inan yar karaamadeeda iibsado runtii waa damaqday labadii nin baan baaq u diray waxaan ku dhaadheer nooga saara dhaqankan ma geyno madaxweynaha raaligelin baan ka siinay sumadan waxa weeye marka kaas muxuu sameynayay kaas wuxuu sameynayay dee bikos wuxuu bartay lacag buu bartay lacag buu bartay ummad xoolahoodu cunuu bartay you understand reero uu isku diluu bartay dad uu shiduu bartay faji buu bartay qurin iyo qashaabiir oo dhan buu bartay marka inuu madaxweynihiisii ciyaal u soo adeegsado oo magacii reerkana soo huwado dee kama yeelayo waxa weeye adeer waxaad ogaateen waa qaranka iyo qabiilka kala saara anagu maanta reerkan ka dhashay ma ogoli inay cabtaan anaa wada xidhxidhaya ma ogoli inay Soomaaliland ay cadow ku noqdaan soomaad garan ma ogoli because waxa weeye shalay wax baanu ahayn waxa weeye reerkeygu magac buu lahaa dowladdii Soomaaliya magac baanu lahay darajaadii la gaadhay madaxweynihii ugu sarreeyay madaxweyne ku-xigeenkii baanu noqonay waxa weeye karaamo iyo cis iyo sharaf baanu ku lahayn ummadda Soomaaliland islam karaamaanu ku lahayn maanta karaamaanu ku lahayn marka haddii la yidhaahdo reerka la abar jeclo oo sidan yeelay oo laga reerka abar jeclo reer kamid oo samaraha bukor la yidhaahdo ayaa waxa ismay waa ceeb weeyaan waa wax laga rashooda weeye war annaga waa in dadku noo siman yahay waa in qaranku noo siman yahay waa in madaxweyne kasta oo yimaada noo siman yahay hadduu maanta madaxweynuhu yidhaahdo reerka samare la yidhaahdo waxba siin maayo raalli baanu ku nahay dowladdii Israa'iil waxba maanan lahayn dowladdii Ciigaal baa xoogaa reerka wax siisay waanu abaal baan ugu haynay dowladdii Ciigaal Israa'iil waxba nama siinin raalli baanu kaga ahayn kaasoo dee ayuu wasiir ku xiga nooga dhigay somalfan haddana uma qaranno wasiir ku xigan uma qaranno sida manihin kan manin waa ceeb weeyaan war yaadheen annaga nama deeqa xilna la siiya ee waxaana deeqa qaran qurux badan waxaana deeqa ciidan qurux badan waxaana deeqa madaxweyne qurux badan waxaana deeqa dad qurux badan oo la yiraahdo dadkii Soomaaliland baana deeqa laakiin nama deeqdo reer la yiraahdo reerka quruxda badan reerka dowladda wada haysta reerka sidan wada ah reerka noocan wada ah nama deeqdo you understand ee waxaana deeqa qaran la yiraahdo Soomaaliland calan la yiraahdo calanka Soomaaliland ciid la yiraahdo ciidda Soomaaliland dad la yiraahdo dadka Soomaaliland you from Burma haa waa inay inside-kaaga ka timaada taasi ma aha inay afkaaga ka timaado waa inay inside-kaaga ka timaada you understand waxa weeye waad arkaysaan dad badan oo waxaas iyo wax lamida isla soo taagay adeer maya war madaxweynuhu hadduu wasiiradaba dareeriyo oo wiilada keligay baa dalka wasiirna ka ah madaxweynana ka ah except gare do you agree with that because ilaahay baa doortay waa madaxweynihii dalka waa inaad tiraahdaa except madaxweyne hadduu yiraahdo gabigeedu 10 la taliyaan leeyahay wax wasiir la yiraahdana dalka ma jiro wasaaraduhuna gabigooduba waa ii aniga ka taliya dhulkaba waa inaad tiraahdaa except madaxweyne adeer soomaad garan war waxa weeye reer waxba ma sheego adeer haddaan maanta halkaa cararo oo aan Soomaa habar isaaq isku diro oo aan habar jeclo isku diro oo aan dhulbahanta isku diro oo aan warsangeli isku diro oo aan dadka Soomaaliland oo dhan isku diro xaggaan tegaya war waa ceeb weeyaan hal la joojiyo cabashada reer hebel hal la joojiyo Soomaaliland cabashada reer hebel kuma soconayso nin walooba waa inaad ogaataa inaan reer hebel wax la yidhaahdo jirin
waxaad arkaysaa ee reer hebel muxuu siiyey reer hebel muxuu siiyey war hadda haddaan idinla garnaqsado hadda haddaan idinla garnaqsado ballanka ilaahay oo wallaahaya ninka keliya somaliyalan qalal laga galay baa noqonaya haddaan idinla garnaqsado reer somalilano min daraf tu daraf min tu daraf tu daraf haddaan idinla garnaqsado ninka keliya ee somalilan qalal laga galay baa noqonaya haddana dooni maayaan aan idin tuso inaad aragtaanna ma rabo laakiin ana ii haysan baan doonayaa inaan ahay walaal idinla dhashay oo idin jecel inaad ii ogaataan baan doonayaa inaan ahay walaalka aamusay ee qarannimadiina jecel laakiin daha naga badbaadinina madaxdii inaad af laga daysaan reer inaad maalin walba wax ku doontaan waa ceeb weyn waa sha'anyu waa wax laga xishoodo ma faatin waxayna wada deeqa qaran baa ina deeqa qaran la yidhaahdo somalilan ayaa ina deeqa aynu ilaashanna qarankeena aynu ilaashanna qarankeena waxaan anigu idiin sheegayaa oo aan mar walba idiin sheegayaa ogaada nin kasta oo maanta reer yimaada oo odayaa lacag soo siiya oo dabada ka soo maro oo yidhahda hadloo wax dilaan reer hebel waxba lama siinin oo kan lama siinin inaan anigu sii jaayadda kuugu fadhiyoogo reer dambe haddaan arko oo saami qaysi ku cobanaya idinka idin taalla wallaahi billaahi tallaahi sijaayaddaan idinku soo fadhiisanaya wallaahi waa niga dhaartay markaasaydaan meel laygaga farbaxaynin haddaan sijaayadda idinku soo fadhiisto meel laygaga farbixi maysaan soo maydaan garanin dhammaanteen qaran baa ina deeqa yunow hadalkayga waa inaad fahamtaan hadalkaygu meel fog 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 waa inaad ka egta meel dhowa ka egan hadalkan kuleeyah ereygan kuleeyahay waa inuu qalbigaaga ku daadigay ereygan kuleeyahay waa inuu niyaddaada fadhiistaa waa inuu saamayn kugu reebaa waa inaad miisaantaa caawa markaad seexata tirada ereygaas muxuuha ijineer amiir ma qaldana ma ku saxsana ya waa inaad isweydiisee waa inaad tirada muxuu keeri karaya ereygaasi muxuu ka hadla muxuu kandiye muxuu keeriya waa inaad intaba ogaata ma faada waxaan doonaya inaad ka korto reer hebel waxaan doonaya inaad ka korto markaad dowladdii hore usoo shaqaysay dowladda dambe inaad ciyaal usoo adeegsato inaad ka korto waxaan doonayaa irsiqii ilaahay dalkan kaaga qoray waad ka qaadatay fishin kala keen ku fakerin inaad madaxweyne noqoto laakiin aan ku fakerin inaad ciyaal yar tiraa warsiitada soo galo reer hebel magaciisa sheega waa ceeb weeyaan waa inaad taa ka fakertaa ka fogaataa waa inaad laakiin ku fakertaa dalka wasiir baan ahaa micna ma sheegto wasiir ku-xigeen baan ahaa micna ma sheegto ma intaad wasiirka ahayd saddexdii sanaa ama afartii sanaa noloshaad ku dhamaatay miya nolol kale ma lihid cilmi kale ma lihid caqli kale ma lihid taasa problem sow saar wey shaar wasiir ma oranayo wasiirkii arrimaha gudaha berigii hore hal jir no shaqaala lahayd shaqaale waad shaqaysay qarankaagaad u shaqaysay you understand meel wanaagsan adaad wax geysay sii kordhi go up you not go to down go up hore u soco sare u soco waxna waa khasaare weeyaan inaad down dib ugu noqoto waa khasaare wasiir baaba lagu keenay sii soco darajada sii kor jaranjarada fuul dalka kasbo dalka kasbo ciidda kasbo shacabka kasbo maskaxdaada waa fur ha xidhanin ha xidhanin shaarkii qabiilka markaa dib ha u xidhanin shalma qabiil baa xusiiyey miyaana dowlad cilmigaa wax kugu siin miyaana dowlada qof kaa dhiganin da waxaasaana haysta war keen dhaka keen dhaka keen dhaka keena waa kuwaa soo wada yaa yurub bay soo wada galan usiirbaan waan jirnay haye dubay maraykan ingiriis xoolaha niba dubay bay yaallaan waan wada qaawanna kii inoo yimaadaaba waa inaga soo raranaya ha 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 ruuxa looma baahna
وسرح قبيل وانا اسكت داي سو ما دام فاهمين ان دمانتين دمانتين وحنا كود هول قلينا ان سومالي له بيش تطبط وانا دين منيا هدي الى هاي نفت انو دايو ان ديار جروب ولي برك يدبر بديار جروب احنا دمبريا فلنتري وورك وحنا يراو سيد اوف وركينج فلنتري لوو شقي ايا ندمبريا waxaan idin barayaa waxa iman doonta meherada badan oo xukun ku dhici doono waxa iman doonta meherada badan oo aan albaabada u laabi doono nin waroobo imi kaba ku sii digay meherada badan baan albaabada u laabi doona hudheelo badan ayaan albaabada u laabi doona haday qaadan waayaan awaamirta aan keenin doono ee aan ku fulin doono dalka Soomaaliland meel kasta ay joogo milas aanood milo yaado min wachaare awaamirta aan ka furin doono haddii si qadad qaadan weydan waxaad ku waydo tan hantidiin waxaad ku waydo tan meheridiin anigu nin hantidiina duulimaad ku ameey laakiin nin quruxdiina ku quruxdiina doonayaa nin walowba hadhowto xildhibaan ku qarartaya wasiir ku qarartaya jeneral ciidan ku qarartaya dhakadan idin kaga wada imanaya awood aydan waxba ka qaban karayn baan wax idin kaga qabanaya waliba anoo idin masaalaxaynay aniga oo idin masaraxinaya aniga oo wanaagiina iyo quruxdiina doonayaan awood idin adeegsanaynin magarad de muwaadin baana maxay tahay wadkale de muwaadin baana muwaadin quruxdaada jecel baana muwaadin dalkaaga quruxdiisa jecel baana waxaan doonayaa Soomaaliland sanadkan sanadkiisa inay noqoto dhulka ugu qiimaha badan leh laaskeel waa taariikh kamida taariikhiyeen laaskeel waxaan ka sameynayaa dalxiiskii ugu badnaa baan doonayaa inaan ka sameeyo qaar badan baan imanayaa yaa ayaa xitaa dad qaadatan fikradda waa caadi hadiid baan ayaan idiin siinayaa laaskeel keliya bayer waxaan doonayaa inaan ka soo baxdo 120 milyan oo doolarka Mareykanka sidee laakiin uga soo baxaysa adeen laga doonayaa muwaadin haddii fikradda qaadanaysi adeen laga doonayaa oo fududa 120 milyan oo doolarka Mareykanka ah laaskeel sidee uga soo xaroon kartaa iswaydi adeer haddaad hantiilo tahay way fududahay konton kun oo dollar ayaa ku haysa haddaad hantiilo tahay haddaba hanti qof qaadanaya maaha waa hanti qaranku leeyahay dawladdaana bixinaysa konton kun gacantana dad kale haddii si gacanta iyo dad dawladdu ay bixinayso 100 kun oo dollar ku sameysaa ama 200 kun oo dollar laakiin gacanta dad kale waa philanthropy baa lagu sameeyay you understand taariikhdeenni baa lagu tagay inna gaadan baa wada lumay waalayna wada sirxay maanta u dambeysayo nin baa ina sirxay ma fahmi dhamaantiin aniga fikraddii igu kaalay aqalina igu kaalay maskaxna igu kaalay inta aan idin dhaamo ama inta de yaani yara aan rugrugo walaa aan idin ka aqli badnayn oo aan idin ka cilmi badnayn oo adiga wada cilmi badan tihiin baa laga yaabaa oo adiga wada aqli badan tihiin baa laga yaabaa oo adiga wada karti badan tihiin baa laga yaabaa haddana inta itaalkayga wixii aan hayo waa ku deeqayaa qarankayga dhinac walba ha noqoto waa gelinayaa qarankayga cudud kasta ha noqoto waa gelinayaa kolleyba hadduu gabowi deyn la geeraani deynay haddii geeri deyn lahaydna gabowbaani deynay kolleyba imikan xoog leeyo muruqaygu shaqaynayaa haddaan kolleyba barita sidaa noqonayo oo sidaa u soo foorarsanayo aan maanta geliya qarankayga xooggi yaa muwaadin ku xisaabtan xooggaaga walaba ayaamada duug ku xisaabtan inaan qarankii wada gelino yaa inaga oo gacmaha haysaysana dhammaantiin salaam boqortooyo aynad wada salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.